أول مشكلة ودي أن نناقشها في هذه السلسلة هي مشكلة مغص الأطفال الرضع. نفس ما تعرفون مغص الأطفال الرضع هو البكاء الشديد، وايد من الأهليون يتشكون من هالموضوع، وهو تقريبا الطفل يحتقن وجهه بنص الليل ويصرخ لمدة 3 ساعات، من 3 أسابيع إلى عمر 3 شهور، وبين وبينكم قد يكون أكثر. الأدوية اللي بالسوق والأدوية اللي بالعالم أغلبها اكتشفت الدراسات أنها ما تفرق وايد، تقدر تجرب. نفس ما نعرف كثير من الأدوية لمغص الأطفال موجودة، في دراسات واعدة لكن مو قوية وايد بموضوع أن البكتيريا النافعة قد تساعد على تخفيف هذه الحدة، ولكن نفس ما ذكرنا هذه الدراسات مو وايد قوية. أنا ودي أكمل وياكم هذا الموضوع بالحلقة الجاية عشان نناقش أكثر، لأن الموضوع وايد مهم ونحتاج لحلقتين. والسلام عليكم ورحمة الله.